أخبار اليوم. معاون السيد الوزير في المجلس. أنا مش عايز أطيل على حضراتكم إن أنا النهاردة خلينا نطلع بحاجة إن إحنا حاجة إيجابية مع نقابة المهندسين لتوقيع بروتوكول تعاون لصياغة كيفية إن إحنا نحط آليات التعاون بيننا وبين نقابة المهندسين. يعني لا يمكن حد يغفل دور الهام وحتى الوطن لنقابة المهندسين. احنا رافعين شعار ان احنا لا ناخذ قرار في ملزما في جهاز حمايه المستهلك الا بوجود مرجعيه فنيه تؤكد اذا كان هناك عيب في السلعه اللي هي المستهلك اشتراها ولا لا او في خلال الاستخدام. وبالتالي ان احنا ممكن ان احنا كل مرجعياتنا في السلع، يعني احنا بنتكلم على 90 مليون، بنتكلم على زوار مصر، بنتكلم على بعثات دبلوماسيه، هو يطلق عليها من اول رئيس الجمهوريه الاصغر واحد فهو مستهلك. من اي حد بيشرفنا وبينورنا في بلدنا فهو مستهلك. فانا يعني انا عامل في بروتوكول تعاون بيني وبين جامعه حلوان برئاسه الاخ العزيز الغالي الدكتور ياسر صاح، وهناك بروتوكول تعاون اخر بيننا وبين جامعه القاهره برئاسه الاخ العزيز الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره. فبالعكس احنا بنعمل اسر حمايه المستهلك في النوادي. كنا بنتكلم السيد وزير الشباب ان احنا عايزين نعمل في مراكز الشباب. بنتكلم احنا تبنينا قدام السيد رئيس الجمهوريه طلبنا ان احنا ادخال مفاهيم حمايه المستهلك ضمن المناهج التعليميه للنشأ عشان نبتدي مع ولادنا الصغيرين اللي هو الجيل الجديد يبقى فاهم يعني ايه حمايه المستهلك. حمايه المستهلك يا جماعه مش مجرد كلام، حمايه المستهلك ده تاريخ خاص بالبشريه الانسانيه ابتدى في امريكا في سنه 1724. واحد كاتب امريكاني طلع كتاب قال فلوسك تهمك، وابتدى يتكلم على ازاي الناس تحمي نفسها وان لازم المستهلك لازم يتوفر لها حمايه في مجتمع راسمالي. ابتدى يطلع فيه جماعات ضغط في امريكا. كينيدي وهو بيدور ان هو يوصل للبيت الابيض تقابل معاها، تعالوا دعموني، قالوا له دعمك فانت لازم تتبنى هو حمايه المستهلك. نجح كينيدي في 15 مارس 1962 كينيدي ألقى ببيان مشهور قدام الكونجرس واتكلم على 4 حقوق أساسية لحماية المستهلك اللي هو حق المعرفة، حق إن هو يسمع، وتعويض العادل، وحق اللي هو اللي كان كمان اشتراك في اتخاذ القرار. الأمم المتحدة لقطت الخيط ده وابتدت تشتغل فيه من سنة 1962 لغاية 1985. طلع أول محددات الـ8 حقوق الأساسية لحماية المستهلك وبعتوها للدول كلها، لهم دخلوها ضمن الإطارات التشريعية بتاعتهم. والأمم المتحدة أخذت قرار تضمين حقوق الإنسان هذه الحقوق، يعني حقوق المستهلك اللي هي الـ8 المعلنة دي موجودة ضمن حقوق الإنسان اللي بتعترف فيها الأمم المتحدة.